أهلاً وسهلاً، أنا فاتين. ما اسمك لو سمح؟ أهلاً بك، اسمي نجوى. أهلاً بك، اسمي جنتي. كيف حالك؟ الحمد لله، أنا بخير، وأنت جنتي؟ للأسف، أنا لست بخير. أنت من أي ولاية يا نجوى؟ أنا من كلنتن، أنا وجنتي كلنتنية. هل أنت من بيرا يا فاتين؟ نعم، أنا بيرا. هل أنت طالبة جديدة في هذه الجامعة يا فاتين؟ نعم، أنا طالبة جديدة في هذه الجامعة. أنا من كلية العلوم التكنية. وأنت من أي كلية؟ أنا أدرس في كلية الطب، سأكون طبيبة. أنا من كلية التربية، سأكون مدرسة. بالتوفيق يا فاتين، يا نجوى، تشرفت بلقائك. مع السلامة. شكرا يا جنتي، إلى اللقاء. شكرا يا جنتي، إلى اللقاء. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ أهلا بك، الحمد لله، نحن بخير. تكلموا عن حياتكم اليومية يا فاتين يا نجوى. أولا أستيقظ من النوم وأغتسل في الحمام، ثم أصلي الصبح وأقرأ القرآن. أحسنتي، أنت مجتهدة جدا. شكرا. وبعد تلك أمشي إلى الفصل، وأحيانا أركب الحافلة. في الليل أراجع الدروس. ماذا إنك يا نجوى؟ حياتكم هو نفسي فاتين، وما تلك المدى والملعب الشرقات والملعب. كم الساعة الآن؟ الآن الساعة الرابعة والنصف المساء. هيا تذهب إلى الملعب في المساء. هيا. لكن قبل تلك، أين متجر كرتاسية؟ أريد شراء قلم وكتاب. متجر الكرتاسية بجوار المكتبة. أرى. حسنا، شكرا. شكرا يا فاتين. أهلا وسهلا، أين تذهب يا فاتين؟ أهلا بك، أنا جوعانة، أذهب إلى مطعم الكلية. وأنا كذلك جوعانة أيضا، أين تذهب يا جنتي؟ أذهب إلى مطعم كلية أيضا، هيا نذهب سوية. ماذا تريد أن تأكل يا جنتي؟ أكل. وأنت أشعرية مقلية، ماذا تريد تأكل يا فاتين؟ أريد تأكل الرز المقلي والقهوة. وماذا تشرب يا نجوى؟ أشرب الشاي. هيا نطلب الطعام من نادل. هل يمكن الأسأل أن أسرتك؟ نعم، اسمه أبي هو نوردين، هو كاتب ملاقات، واسمها أمي فضيلة، هي ربة البيت. وأنت يا فاتين؟ اسمه أبي هو ماما أزمي، هو متقاعد، واسمه أمي رفيعة، هي ربة البيت أيضا. وأنت نجوى؟ اسم أبي محمد الكبري، هو متقاعد أيضاً. واسم أمي شمسية، هي مدرسة. هل عندك أخوات؟ نعم، عندي 8 أخوة، وأنا الإبنة الخامسة.
وأنتِ يا فاتن؟ إني خمسة أخوات وأنا الإبنة الرابعة وأنتِ نجوى؟ إني ثلاثة أخوات وأنا الإبنة الأول في أسرة. وسل التعامون، هيا تأكل. أكل سعيدة للجامعة. أهلا وسهلا يا جناتي، من أين أنت قديم؟ أنا قديم حي الجامعة. أين تسكنين يا جناتي؟ أسكن في الشقة في منطقة جنكر. مع من تسكني؟ أسكن مع نجوى. تعالوا إلى غرفتي يا فاتن. الشقة قريبة من جميع والمطعم. هل الشقة قريبة المنزل والمقصدة؟ لا، ولكنها الشقات بعيدة عن المسجد والمغسلة. الشقات جميلة ومفروسة سوداء وسرير أبيض ودولاب أحمر. كيف حمام ومطبخ؟ فيها حمام نظيف ومطبخ واسع. لنذهب للمنزل. لنذهب للمنزل.